ومتينا القوة في أهل البزنس كفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالخير الجميع، مشاهدين ومشاهدات، متابعين ومتابعات على اليوتيوب والمنصات. صباح جميل ويوم جميل وهواء عليل ووجوه جميلة موجودة تستمتعون بالكلام الجميل والقصيد الجميل والطرفة الجميلة. حقيقة كل يوم نستبشر بخير من الله سبحانه وتعالى، ونصبح بخير من الله سبحانه وتعالى، ونصبح بعافية من الله سبحانه وتعالى، وكل صباح يتجدد علينا نعم الله عز وجل. نعم الله عز وجل كل يوم تتجدد علينا، كل ما أصبح نصبح في خير وفي عافية وفي نعمة وفي أمن وفي أمان وفي سعة رزق الحمد لله وخير من الله سبحانه وتعالى. لذلك نصبح على الجميع ونصبح على أعضاءنا وضيوفنا، ونبدأ بأبو صالح العم أبو صالح عمدة هذا المجلس، نقول صباح الخير أبو صالح. صباح النور والسرور من بعدكم أبو صالح العمدة والمجلس